وصل بنا الكلام إلى قوله سبحانه بيانا لدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وذلك ضمن الدعوات المباركة الذي تقدم بها إبراهيم عليه السلام حينما قام برفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. يذكر ابن كثير قراءة عن ابن عباس: واجعلنا مسلمين لك بصيغة الجمع، والقراءة المشهورة: مسلمين لك، يعني بذلك نفسه وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على ذلك: وأرنا مناسكنا. وتقدم بيان المناسك أنها توقيفية، جاء جبريل عليه السلام فأوقف إبراهيم على الطواف والسعي وأعمال منى والمشعر الحرام إلى أن جاءوا إلى عرفة، وأكمل له المناسك وقال: هل عرفت؟ وسميت عرفة على ما يقولون. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا مناسكنا هناك، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. وبعد المناسك: ربنا وابعث فيهم. فيهم في من؟ الذرية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أظن هنا الآية ما تقدمت. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذا هو الموقف وبداية الحديث على تلك الآية الكريمة. دعوة الخليل عليه السلام تتسم بالعاطفة، وإبراهيم عليه السلام أواه حليم، وإبراهيم يحب الذرية، ويعلمنا ما الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه لذريته. قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، كما قال هناك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهنا يضيف أيضا: وابعث فيهم رسولا منهم. يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعوته، أو قال له: قد أجيبت دعوتك وسيكون في آخرها. واتفقوا جميعا على أن إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام تحققت وصدقت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقولون: الدعاء صدر من إبراهيم وإسماعيل: واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا. وهنا صدق الدعوة أو استجابة الدعوة من ذريتهما معا. إبراهيم كان له ذرية ومنهم إسماعيل حاضر، وإسماعيل له ذرية. فيقولون: ومن ذر وابعث فيهم، أي في ذريتنا الصادق بذرية أحدنا، كما قالوا: الصادق بواحد منهما في قوله سبحانه في
يخرج منهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول علماء البحار أو علماء الهيئة يخرج منهما أي من أحدهما أو منهما الصادق على أحدهما، هكذا تجدون في كتب التفسير، لأن اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحر المالح واللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب، هكذا يقول المفسرون. ولكن بهذه المناسبة نحن جئنا بهذا بناء على قول المفسرين يخرج منهما الصادق بأحدهما، هكذا يقولون، ولكن واقع الحال أنه كما قال تعالى وتقدم لولدنا الشيخ الأمين قال يخرج منهما منهما، نحن نقول كما قال الله، لأنه قال فيهما ومن كل تأكلون لحما طريا، بدل قال ومن كل يعني من كل واحد منهما، إذن كذلك أيضا يخرج منهما أي من كل واحد منهما، وسكت على هذا. ولكن وجدت في بعض المراجع في بعض دائرات المعارف أن يوجد أحيانا اللؤلؤ في النهر العذب، وينص المصدر هذا على أن أكبر لؤلؤة في التاج البريطاني استخرجت من مصد نهر المسيسيبي في بريطانيا. ما علينا من هذه القضية، ولكن يهمنا قول المفسرين الصادق بواحد منهما. فهنا إبراهيم وإسماعيل دعوا، وسيأتينا فيما بعد وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب من ذرية إبراهيم ولد إسحاق، فإسحاق ولد إبراهيم أخو إسماعيل، وإسحاق له يعقوب ويعقوب له الأسباط. إذن قال ومن ذريتنا وابعث فيهم رسولا منهم، من أي ذريتين، ذرية إبراهيم ولا ذرية إسماعيل؟ فبعضهم قال أصل الدعاء لواحد الداعي إبراهيم وإسماعيل مؤمن، قالوا كيف يصير هذا؟ ربنا هذه نون المشاركة، وجعلنا صيغة التثنية مسلمين، فالحديث على الاثنين. إذن يكفينا إجماع المفسرين بأن دعوة إبراهيم عليه السلام تحققت في من؟ نعم، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، لنروح بعيد. ويذكر ابن كثير رحمه الله يقول في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم إني عند ربي لخاتم النبيين وآدم مجندل في طينته، يعني لسه ما نفخ فيه الروح، ورسولنا محمد صلى الله عند الله. طبعا الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فمما كتب القلم في اللوح في ذلك الوقت أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهذه الكتابة كانت قبل إيجاد آدم. إذن الواقع يصدق ذلك والشواهد الأخرى. ثم يتفق المفسرون على رواية أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما أول أمرك يا رسول الله؟ قال أنا أخبرك، أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم، وبشرى عيسى عليه السلام، قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ورؤيا أمي رأت ليلة ولادتي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. وقفة خفيفة في هذا، تتفق كتب السيرة جميعا أن من الإرهاصات في مولده صلى الله عليه وسلم
منها عام الفيل كما يقال، وأهلك الله جيش أبرهة بفيله عام مولد رسول الله، فقالوا إرهاصا بمولد رسول الله في تلك السنة. ويقولون إن إيوان كسرى قد صدع، وشرفات قصر فلان قد تساقطت. وبهذه المناسبة من سافر إلى موضع الإيوان في العراق يجد أمرا عظيم، بناء في ذلك الوقت من لبنات بالآجر ليست سميكة، لا يزيد سمكها عن 5 سنتي، وعرضها يزيد عن 10-12 سنتي، وطولها إلى 25 سنتي. بني هذا الإيوان فراغ ما بين الجدارين كما هنا والجدار اللي هناك، وارتفاعه فوق 40 حوالي 40 متر، ومعقود بين الجدارين وليس في وسطه أعمدة. سمك الجدار من أسفل إلى المترين، وينتهي عند العقد بحوالي 1/3 متر أو 1/2 متر في رأي العين عشانه بعيد. فلما جئنا فإذا بشرخ في الجدار يبدأ بعد سطح الأرض بحوالي متر، بحوالي قل يبدأ بالصفر، ثم في منتصف الجدار يصل إلى أكثر من 0.5 متر، ثم يطلع إلى أول القوس ينتهي بالصفر. قلت ما هذا؟ قالوا هذا صدع الإيوان ليلة مولد رسول الله. يتناقلون هذا، عفوا، قالوا هذا الصدع يقولون إنه من طول صدع وكذا. قلت أخبروني أين القبلة، ما أعرف الجهات في ذلك الوقت. قال القبلة هكذا، وأشاروا إلى جهة الصدع. ضحكت، قال لماذا تضحك؟ قلت حقيقة هذا الصدع هو الذي يذكره علماء السيرة بأن إيوان كسرى صدع ليلة مولده، وهذا الجدار هو الذي يقابل مكة، فلكأن إذا كان هناك أنوار بعثات أو إشعاع أو شيء خرق عادة، ما قابل مكة من الإيوان قد نفذ فيه ما أراد الله سبحانه وتعالى، الآن موجودة. إذن يا إخوان، وقد رأت أمي رؤيا بصرية ولا منامية؟ أكثر المفسرين أنها رؤيا منامية، والرؤيا الصادقة موجودة من قبل، وقد يرى الكافر رؤيا صادقة. ونحن نجد عزيز مصر وفي رؤياها التي حيرت العلماء عنده، والتي قالوا أضغاث أحلام، وجاء يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفسرها بواقع حياة، ورسم على ضوئها منهجا لحياتهم 7 سنوات. وكذلك أرؤى كثيرة، فلا مانع أن ترى أمهات الأنبياء ما يريهم الله سبحانه وتعالى في المنام. والرؤيا الصادقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت خاصة بالمؤمنين، يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. إلى هنا في قوله سبحانه عن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أشرنا إلى أن هذا التخصيص والقيد رسولا منهم إلى أن ذلك أدعى لمعرفته، وأدعى لمسارع إلى تصديقه، وأدعى إلى معرفة نشأته ومبدئه وماذا كان عليه قبل أن يدعي أو يأتي بالرسالة، كما استدل بذلك هرقل حينما سأل أبا سفيان: أكان أحد أبويه أحد آبائه ملكا وذهب ملكه؟ قال له لا. أكان أحد في قومه يدعي هذه الدعوة؟ قال لا. إذن عارفين نشأته وطبيعته. وجعفر رضي الله تعالى عنه لما خطب أو تكلم أمام النجاشي وسأله عن عيسى إلى آخره ما هذا الأمر فيكم، قال:
كنا صفتنا يأكل قوينا ضعيفنا ونفعل ونفعل ونفعل، فبعث الله رجلا منا نعرف نسبه ونشأته. وقد تقدم لنا في بناء الكعبة أن الله استنطقهم وشهدوا على أنفسهم الأمين ارتضيناه. إذن تلك النشأة الكريمة، ونمكن أن نقول وقد نبهنا سابقا عند قوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، أي في دعوته وما غوى. قبل هذه الدعوة لم يتلبس بغواية قط. ويدل على ذلك أن العرب لما دعاهم إلى الوحي والإسلام والإيمان أخذوا يخترعون عيوبا يلصقونها به، قالوا ساحر، كاهن، مجنون، كذا كذا إلى آخره. ما استطاع واحد منهم أن يأتي بضلالة سابقة ولا غواية وقع فيها قبل ذلك. ولو كان يوجد شيء لكان أقرب، لأنه واقع ولا أحد ينكر الواقع، فما وجدوا من الواقع شيء يلصقونه به صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم: ما ضل، أي في دعوته إياكم، وما غوى، ما تسجلون عليه غواية قط. فإذا كان في نشأته مبرأ من الغواية وفي دعوته سليما من الإيش؟ الضلال، ما لكم دخل بعد هذا؟ وأشرنا إلى نوع من الحكمة والإعجاز في أقسام القرآن، أي في القسم وعلاقته بما يقسم عليه به. جميع كتب التوحيد والتفسير تقول لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، صحيح، وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله، صحيح، لأن الإقسام من العبد بغير الله تعظيما لغير الله، والإقسام من الله بما شاء من خلقه دلالة على قدرته. طيب مرحب، ولكن حينما يقسم سبحانه بشيء موضع شيء ويربطه بمقسم عليه، هل يصلح أن تأتي بشيء آخر أقسم الله به على هذا الشيء؟ لا والله ولا يصلح. انظروا مثالا بسيط، الحديث يميل بنا يمينا ويسارا في قوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت إيه؟ حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد يأتي المقسم عليه إيه؟ خلقنا الإنسان في كبد، هذا البلد وأنت حل، البلد الحرام كل ما فيه آمن وله الأمن وأنت حل، يستبيحون إيذاءك ويضيقون عليك، استحلوا إيذاءك في البلد الحرام، ووالد وما ولد للشمول. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن فاصبر وتحمل ما استباحوا وأحلوا من عرضك أو من إيذائك. ناتي بنفس البلد والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد أمين، لا أقسم بهذا البلد بدون وصف. وهنا: وهذا البلد الأمين، تين، زيتون، طور سينين، بلد أمين. لقد خلقنا الإنسان هناك في كبد، وهنا في إيش؟ أحسن تقويم. فلو جئت بالتين والزيتون والبلد الأمين وأنت حل في هذا البلد يصلح، وجئت وأنت حل في هذا البلد خلقنا الإنسان وجبتها مع التين والزيتون في أحسن تقويم تصلح، ما تتناسب معها. ولذا هنا: والنجم إذا هوى. طيب النجم عارفينه، وهو ضوء سار في السماء أو جرم متحرك يسير في فلكه، له هوي لأنه له مشرق ومغرب، وأنتم يا المخاطبون ترتبط حياتكم بتلك النجوم أو بهذا النجم في السماء، وعلامات، وبالنجم هم
يهتدون. إذن يقسم سبحانه بالنجم في هويه وحركاته وانضباط أوقاته في هدايتكم برا وبحرا في ظلام الليل. صاحبكم هذا ما ضل، كما أن الساري مع النجم ليلا لا يضل، فكأنه يقول نجم السماء يهديكم في الخلا والخلوات، ونجم الأرض محمد صلى الله عليه وسلم يهديكم إلى الله. في مناسبة ولا لا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعلمون تاريخه ونسبه ونشأته وكيف وجد وكما يقولون. ثبوت النسب أصل، ومن لم يثبت نسبه لا أصل له. عمر بن عبد العزيز كما جاء في الموطأ سمع بأن رجلا يؤم القوم في ذي الحليفة ولا يعلم من هو أبوه، فكتب إليهم أن يمنعوه من الإمام. ما احنا عارفين. إذن رسولا منهم أقرب إلى جنسيتهم وإلى عاداتهم وإلى طباعهم وإلى ما ألفوه وبلسانهم، وأدعى إلى الرحمة والرأفة. الرائد لا يكذب أهله، وكما أشرنا بترجمة القرآن الكريم له صلوات الله وسلامه عليه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهكذا تبادل المعرفة والعاطفة. وما تقدم حينما رجع من ثقيف وحدث عليه ما حدث ومنعوه الدخول، ويأتي جبريل ومعه ملك الجبال فيقول: هذا إن أمرته أطبق الأقش. قال: لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلم. قومي، إذا منهم فيه عاطفة القوم، فيه عاطفة النسب والرحم. وهكذا أيها الإخوة، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. رسول، وابعث فيهم رسولا، فيهم خاصا بهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيهم خاصا بهم ولا فيهم وفي غيرهم؟ الآية لم تتعرض، ولكن مفهوم وابعث فيهم، مفهوم الظرف لا يتعداهم. ولكن وجدنا بيان ذلك في نواحي. قال: يتلو عليهم. طب هو نبي أم، وأول ما جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء ضمه وقال: يقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لست قارئا. ضمه الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأ ما ألقاه عليه جبريل. وليس من شرط القراءة أن تتناول من كتاب أو صحيفة، ليس بشرط ذلك. طيب، كيف يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب وهو أمي؟ وكيف قال فيهم ولم يقل في غيرهم؟ نجد الموضع الآخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم كتاب والحكم وإن كان مخلفا، وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما بسخص في أمته، في ذريته أو في قومه، لا، الذين لم يلحقوا بهم أيضا تتبعهم الدعوة ولا يخلون فيها. وكما جاء في قضية البقيع والسلام عليهم، قسم على إخواننا فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وأنا فرطهم على الحوض.
أسبقهم على الحوت. قال وكيف تعرف من يأتي بعدك ولم تراه؟ قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بهما دهما وفيها خيل مؤه غرا محجلة أكان يعرفها؟ قالوا بلى. قال كذلك إلى آخر الحديث. فهنا وآخرين إيش لما يلحقوا بهم. وكذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره دون فضل من الله ورضوان، إلى والذين تبوأوا الدار والإيمان من إيش قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء النصوص في أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للأحمر والأصفر والجن والإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يعطون أحد قبلي، وجعل منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى إيش الناس كافة، أرسلناك للناس إيش كافة بشيرا ونذيرا. إذن وابعث فيهم رسولا منهم، يكون هنا المراد البعثة ابتداء من ذرية من دعا لهم إبراهيم وإسماعيل، وهو ممن ينشأ من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بقي كيف يتلو عليهم آياته، وما هي الآيات والكتاب والحكمة ويزكي. بعضهم يقول كلها سواء، وبعضهم يقول آياته يوجههم إلى آيات علامات وجود القدرة ونسبة القدرة إلى الله، يوجههم إلى النظر في الكون، آيات إثبات وجود الله. وبعضهم يقول الآيات نص ألفاظ القرآن، الحمد لله رب العالمين. الآيات هنا الحمد لفظ الجلالة رب العالمين. طيب والكتاب؟ قال معاني تلك الآيات، ما تضمنته تلك الآيات من معاني. طيب ما الآيات هي الكتاب، والكتاب هو من الآيات. والحكمة؟ قالوا التوجيه الفقه الاستنباط السنة، كلام كثير في هذا عند المفسرين، ويقول ابن كثير لا خلاف في ذلك. ولكن إذا وجدنا النص الآخر موجه إلى أمهات المؤمنين، واذكرنا ما يتلى على إيش من إيه من يتعلق من إيش آيات والحكمة. فالآيات والكتاب والحكمة هي السنة باتفاقهم. إذن يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب، أي فقه آيات وما يستنتج منها وما يؤخذ من أحكام أو توجيه أو مواعظ أو غير ذلك. والحكمة، الحكمة هي كما يقال وضع الشيء في موضعه. بعضهم يقول الحكمة هي القضاء، كما في قضية نبي الله داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا معرفة القضاء، ولكن المعنى أوسع. الحكمة هي الفطنة ووضع الشيء في محله. فكم من إنسان قد يحفظ الكتاب يفهم معاني الألفاظ ولكن لا حكمة عنده. ونجد أن الحكمة تدخل في أخص الأمور. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قالش بالآيات. يأخذ الطريق الحكمة هو أن يسلك الطريق الذي يمكن أن يوصله إلى مطلوبه، بأن يضع الأمور في مواضعها، يلين وقت اللين ويشتد وقت الشدة، يعظ وقت الوعظ، يزجر وقت الزجر، يرغب وقت الترغيب، يرهب وقت الترهيب، ها يعني يراعي مقتضيات الأحوال، كما قالوا في البلاغة البلاغة هي مراعاة مقتضيات الأحوال. إذن يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب، وقال هنا عهدية
أو الكتاب المعهود أو الذي سينزل عليهم. والحكمة أي معرفة تأويله ومعرفة ما يؤخذ ويستنتج منه لأن يكونوا على بصيرة من أمرهم. ويزكيهم. التزكية أساسا اللي التطهير. هنا بعضهم يقول التزكية كأن هنا تدرج، الآيات لفظ متلو، الكتاب فقه وإيش ومعنى، والحكمة سلوك ومعرفة الأمور على حقيقتها، والتزكية أخص من هذا كله. وكل ذلك من باب التربية. والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أولا الفقه، معاني الكتاب بألفاظه، معاني الكتاب في أسلوبه، منهج الكتاب في ارتفاع معنويات الأشخاص، في التدرج والسمو بمنهجهم في حياتهم، أن يزكيهم ويطهرهم من كل شائبة نقص حتى يكونون على أعلى مستوى الإنسانية، كما قال في الحديث جبريل سأل أول عن الإسلام ثم عن بعدك عن الإيمان ثم بعد ذلك عن إيش؟ عن الإحسان. فالتزكية هنا كأنه كما يقولون تربية وسلوك وتهذيب للنفس وسمو بها إلى أعلى المراتب. وعلى هذا فالناس يتفاوتون، فهناك من يقف عند تلاوة الآيات، وهناك من يتقدم إلى فقه الكتاب، وهناك من يكون حكيما مع غيره، وهناك من تزكو نفسه. قد أفلح من إيش؟ زكاها، وخاب من دسها، وقد خاب من دسها. فهنا كأنه شمول لجميع نواحي التعليم. ومن هنا نعلم بأن سنة رسول الله ومنهج أصحابه أو تربية رسول الله لأصحابه هي القمة، ولسنا في حاجة بعد ذلك لمن يخترع لنا طريقا يقول تزكي النفوس وتهذبها وتربطهم بالله. ها هو كتاب الله، كتاب آيات وكتاب وحكمة وتزكية للنفوس وصفاء مع الله سبحانه وتعالى. إنك أنت، أنت إيه؟ شوف الصفات عن التذيل، العزيز الحكيم. العزيز يقولون الشيء القوي، من عز بز. العزيز يقولون الشيء النادر لا وجود له. إذن يجتمع في صفات الله سبحانه وتعالى كونه عزيز هو واحد فرد، ويجتمع أيضا في صفات الله العزيز القوي القادر. والتذيل هنا ما قالش إنك أنت العليم الخبير، العزيز الحكيم، لأن بعث نبي في أمة أمية، بعث نبي أمي يتلو الآيات، يعلم الكتاب، يعطي الحكمة، يزكي النفوس، لا يقوى عليه إلا العزيز الحكيم. يعني صوغ النبي صلى الله عليه وسلم وتكوينه وإيجاده على ما كان عليه، والله لا تقوى عليه قوة في العالم، لا معاهد تربية ولا قبائل ولا سيادة ولا شرف ولا شيء إلا صياغة المولى سبحانه. ولقد وجدنا أن الله يتعهده قبل إيجاده في صلب أبيه، ويتعهده في أصلاب آبائه أن يتنقل في الأصلاب والأرحام من نكاح لا سفاح فيه إلى أن يأتي إلى عبد الله. وتعلمون قضية المرأة أخت ورقة بن نوفل التي عرضت لعبد الله ساعة في البيت بمئة ناقة كالتي فوديت بها، قال أذهب مع أبي وأرجع، ثم ذهب به أبوه إلى بني زهرة وزوجه آمنة ودخل بها في ليلته. ومن الغد تقابله المرأة فيتعرض هو إليها وتعرض هي عنه، لماذا تفعلين ذلك وبالأمس تتعرضين إلي؟ قالت لا، كنت أرى نورا بين عينيك طمعت أن أظفر به ظفرت به بنت وهب. ينحفظ لآخر لحظة. ثم جاء حملا
وتعهده في بطن، ما وجدت أمه شقوى في حمل ولا تعذرت في ولادة، وكان ليلة ولادته كما سمعنا في الإرهاصات. ويذكر ابن إسحاق وابن هشام وغيره في العلامات الكثيرة، كان يضعون على الطفل إناء من فخار ولا كذا خرفة عليه، لما حط عليه انصدع عنه وانكشف، نزل شاخصا ببصره. أشياء كثيرة تجدونها في كتب السيرة، ترى أمه رؤياها يخرج منها نور إلى كذا. ثم في حالة رضاعه وهو عند حليمة السعدية، غلام رضيع، ماذا حدث له؟ في رعاية ربه، يبعث إليه ملكين يشقان صدره ويغسلانه ويخرج حظ الشيطان من قلبه. لمن هذه كانت؟ عناية الله. إذن إنك أنت العزيز الحكيم الذي يقدر على هذا، تحقيق هذا الدعاء، أن يبعث في الأمة الأمية رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم. طب ليش ما علموا الكتاب؟ ما كان في مكة ناس يقرأوا كثير، الكتابة كانت معروفة ولا لا؟ معروف، وفي المدينة معروف، وكتبة الوحي. قالوا من كمال ذاته حفظا لرسالته بأي شيء كنت، وما كنت من قبله إيه؟ تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بإيش؟ إذن لارتاب، إذن لو كنت تقرأ وتخط الكتب لارتاب الناس وقالوا هذا مما كتبه من أول، أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه. تملى عليه من يكتبها له؟ هو بيكتب. وكذلك الجانب الآخر المشهور عندهم الشعر، كانوا يتفاخرون بشعرائهم ونبوغ الشاعر ويتهانون يتبادلون التهاني. قال لا، وما علمناه الشعر، يعني ممنوع منه. سبحان الله، من الذي منع؟ رعاية الله. وما علمناه الشعر يعني دون مستواه؟ لا، وما ينبغي له، هو أعلى مستوى من الشعراء، هو أرفع من أن يكون شاعرا، وما ينبغي له. طيب وش العوض؟ إن هو إلا ذكر وإيش؟ قرآن مبين. فالذي جاء به بعيد كل البعد عن الشعر، لأنه ممنوع منه، ما علمناه إياه ولا ينبغي له، لهيأناه للذكر وقرآن حكيم. إذن عدم قوله الشعر نقص ولا كمال؟ كمال. هل كان يجهل الشعر؟ أبدا، كان يستعذبه وكان يستمع إليه وكان يعطي عليه الجوائز. إذن لم يفته عذوبة الشعر ولا مقياسه ولا تقديره ولا تذوقها، ولكنه منع من قوله حفظا للوحي. وكانوا يعتقدون أن كل شاعر مفلق له شيطان يلقي على مسامعه أو يلقي على قلبه من الشعر. كانوا يقول شعرانه إيه؟ كل شاعر له شيطان، شيطانتي أنثى وشيطانهم ذكر. فكان يقول هذا شيطانه ذكر فحل قوي، وتقول لا والله شيطانه أنثى، يعني شعره ضعيف خفيف، أو شعره رقيق لين. فلو كان يقول الشعر من أول قال ها هذا من ضمن اللي كان وتنوع وتغير. فعصمه الله ومنعه من مقالة الشعر، ولا تسمع لكل من قال في كتب الأدب والتعليل في مقررات صدر الإسلام منع من الشعر أو لم يقل شعرا، لأن الشاعر لا يكون بليغا ولا يكون ذا مكانة في العرب حتى يهجو ويصف ويتغزل ويقول النسيب والتشبيب، والرسول محفوظ من ذلك. لا والله، كان يمكن أن يكون شاعرا مبتعدا عن سفاسف تلك الأمور، ولكن كما قال الله وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن حكيم. وعلى هذا يكون إنك أنت العزيز القادر على أن توجد هذا الرسول في هذه الأمة، بعث في الأميين رسولا منهم أمي، ومع ذلك فهو معلم العلماء يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وش بقي بعد هذا؟ ماذا يريد أصحاب فنون الثقافة والعلوم؟
إن كان أمرا نظريا شكليا فهذا يعلمهم القراءة، إن كان عملا ثقافيا فهو يفقههم في الكتاب، إن كان سياسة وتدبيرا للأمور فيعلمهم الحكمة، إن كان تطهيرا للنفس وتزكية لها فهو يزكيهم. أي باب من أبواب الثقافة بعد ذلك؟ ايش عندكم تاني؟ تفضلوا. لم يبقى شيء. ومن الذي يقدر على ذلك؟ العزيز الحكيم. طب ما كان يكفي العزيز؟ نعم يكفي، ولكن الحكيم تتمة، الذي يضع الأمور في مواضعها. ومن حكمته أن اصطفى هذا النبي من هذه الأمة. إذن تذييل الآيات بصفات المولى سبحانه لها ارتباط قوي بمضمون الآية التي قبلها، وليس مجرد ذكر صفة من الصفات أبدا. وقد نبهنا عليكم مرارا فيما تقدم في أمر النساء، بلاش نوسع على هذا، إنك أنت العزيز الحكيم. بعد هذا العرض ماذا جاءنا من جديد؟ كأن الذي يأتي بمثابة التصفية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. واكتفى بهذا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب مرفوع أيضا عطفا على إبراهيم، وبعضهم يقراها بالنصب ويعقوب يكون من ضمن من وصاهم إبراهيم، ولكن القراءة المشهورة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يقولون إنها استفهام إنكاري وتوبيخ، من العاقل بعد أن عرف قضية إبراهيم وبعد أن عرف منهجية إبراهيم من أول بناء البيت والدعاء بالمناسك وبالتوبة والدعاء للذرية بالخير، من يرغب عن ملته بعد هذا كله؟ الذي يرغب عن ملته لا يكون إلا سفيها، إلا من سفه نفسه. وبيان إجمالي ثم لنا عودة إلى ماض بعيد. ومن يرغب عن، رغب تتعدى بفي وعن، تقول رغبت عن كذا أي تركته وحدت عنه، رغبت في كذا أي طلبته وسعيت في تحصيله. ومن يرغب عن ملة، الملة الدين والطريقة والمنهج، وهي هنا الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم التي بيناها لكم إلا من سفي نفسه. لا يرغب عن ملته بعد هذا البيان إلا السفيه الذي سفه نفسه. وسفه بمعنى إيش؟ يقولون أصل السفه الخفة والطيش، يعرف هذا الفلاحين أكثر من غيره. حينما يحتصد القمح، السنبلة حينما تنضج لها شعيرات مثل المنشار، دقيقة مثل الإبر، معروف هذا يا جماعة ولا لا؟ بروح شوفوها. فحينما يستحصد القمح ويداس يكون العود الساق حق القمح أوصال من التبن متماسكة فيها ثقل، أما تلك الشعيرات فهي صلبة، فإنها تدق وتصير في التبن مثل الدقيق. فحينما يأتي الفلاح ويذرو التبن مع الحب، الحب لثقله يسقط هنا والتبن يسقط هنا، وسفه السنبل يذهب هناك بعيد يطيش مع الهواء لخفته. هذا أصل السفة، ولذلك العوام الفلاحين هم السفاة، سفاة السنبلة. فمن هنا من سفه نفسه، استخف بالذي اصطفاه الله تسير في طريقه، لأنه طريق اصطفاه لمصطفيه.
وفي الآخرة من الصالحين، له أيضا إيش؟ السعادة. وهنا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، كأن هنا بيان اصطفيناه في الدنيا. إذ قال له ربه أسلم، حينما قال له ربه أسلم كان اصطفاه لنفسه. قال أسلمت لمن؟ أسلمت لمن؟ لرب العالمين. إذ قاله ربه أسلم، هنا يأتي بحث لبعض الناس، حين متى قال له ربه أسلم ومتى قال أسلمت لرب العالمين؟ هنا بعض الناس يذكر عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن هذا كان بعد بلوغه وبعد كبره، وأن الله ألهمه الإسلام. وبعضهم يقول إبراهيم عليه السلام نظر في ملكوت السماوات والأرض، نظر في الكواكب، وابن كثير وصاحب روح المعان وغيرهم يذكرون قصة، ولكن أكثرهم يردها. قالوا إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد في أمة لا دين فيها، وفي عهد النمرود، وهو أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس لعبادته، ويقولون كان عندهم منجمون قالوا له يولد في ملكك هذه السنة غلام يكون ضياع ملكه على يديك، مثل ما قالوا في موسى عليه السلام. فسمعت بذلك أم إبراهيم، فلما أتاها المخاض ذهبت إلى الخلاء ووضعت ولدها، وضعته عند حلفة كذا، ثم أخبرت أباه فذهب وضعه في سرداب وجعل عليه صخرة من الوحوش وأمه ترتاد عليه إلى أن شب. فسألها من ربي يا أمي؟ قالت أنا ربك. قال ومن ربك؟ قالت أباك. قالت ومن رب أبي؟ فضربته وقالت اسكت. ثم بعد ذلك نظر في ثقب من الغار وجد النجوم فأكل هذه، ولكن التحقيق عند علماء التفسير أن هذه قصة لا أصل لها. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين أبدا، لم يأتي عليه لحظة من حياته مشركا، وأن الله سبحانه وتعالى صانه من ذلك. وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا على عادات العرب، بعيدا عن عباداتهم، كارها لأصنامهم. وكذلك نشأ إبراهيم في رعاية ربه سبحانه وتعالى. وهنا من الإعجاز إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. عفوا، ومما ينبغي التنبيه عليه في قضية فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وبعدين انتقل معهم رأى الإيش؟ القمر. بعدين رأى الشمس هذا أكبر. لما أفل قال يا قوم إني بريء. يقول بعض العلماء على التحقيق، هل هذا القول منه نظر أو مناظرة؟ هل هو نظر للاستدلال على الله أو مناظرة مع القوم؟ وفرق بين النظر والمناظرة، لأن النظر يكون ابتداء للاستدلال، والمناظرة فيها مسايرة الخصم على زعمك. وقد تبين لنا في مناظرة إبراهيم لما جاء للنمرود قال من رب؟ قال رب الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. وقتل إنسانا بريء وعفى عن إنسان محكوم عليه بالإعدام. هل قال له أنت كاذب؟ هل قال له هذا غير صحيح؟ سكت عليه لأنه مناظر، وليس من عليه أن يصحح هذه الجزئية، ولكن وجده غبي انتقل إلى شيء مسر. قال طيب ما عليه، سلمنا في هذا. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يبقى إبراهيم كان مع النمرود ناظر ولا مناظر؟ إذن هنا أيضا مناظر. رأك جن عليه الليل رأك قال هذا ربي، أي في زعمكم كما تخلون هلم نتحاكم؟ راح الكوكب قال لا.
جاء القمر، طيب على زعمكم هذا ربي؟ قال لا، رأى الشمس قال هذا أكبر، هذا ربي. لا، قال يا قوم إني بريء. إبراهيم ما كانش يشاف القمر قبل هذا، ما كانش يشاف الشمس قبل هذا، هو عايش تحت ظل الغيه ضوء الشمس والقمر ولم يتجه هذا. ولذا تجد في نهاية السياق في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها من إبراهيم على قومه. إذن النظر في النجوم ومجاراته إياهم مناظرة وليست نظر، وهي الحجة التي أعطاه الله إبراهيم على قومه. إذن لا نقول إبراهيم نظر في النجوم ليؤمن، لا وكلا، فهو مؤمن من قبل ذلك. وهنا نكتة لطيفة في الإعجاز، إذ قال له ربه أسلم، أسلم يا إبراهيم، كان مقتضى الجواب وبإيجاز أسلمت لك يا الله، ولا لا أسلمت يا ربي، ولكن يأتي بالقضية بدليلها. قال أسلمت إيه؟ ها؟ لرب العالمين. إذ قال لربه أسلم، قال أسلمت، ما قالش أسلمت لله، ما قالش أسلمت لك لرب، ولا قالش أسلمت لربي، ما أن رب العالمين، ولكن ليبين لقومه أن إسلام المسلم لمن يستحق الإسلام إليه، ألا وهو رب العالمين جميعا. الذي خلق هذا العالم هو الذي يستحق أن يسلم إليه. وحكيم الجاهلية قديما يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها ثم كذا وأرسى عليها الجبال. أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا تحمل سحبا ثقالا، إذا هي سيقت إلى بلدة كذا صبت عليه سجالا. فهذا جاهلي قبل البعثة المحمدية يقول: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض والسماء والسحاب. إذن إبراهيم يلفت الأنظار بأن الذي أسلم إليه هو الذي يستحق أن يسلم إليه. ولذا نجد افتتاحية كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، لأن كونه رب العالمين استحقاق لأن يحمد بجميع المحامد شمول وعموم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. واكتفى بها؟ لا، شفقة أبيه، شفقة للبنين، ووصى بها أي بمضمون هذه الجملة وهو الإسلام لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إيش وصيتك لأولادك؟ ازرع واحصد وابن وتاجر واكسب، ولا الوصية الحقيقية هي أن توصيه بالدين خيرا، وأن يصلح ما بينه وبين الله فيسعد في الدنيا وفي الآخرة. وبالله تعالى التوفيق.